مستمرين معكم هالاسبوع باوتو فوكس. معنا يونيتي موتور كومباني ممبر اوف رسامني جروب، واليوم رح نعرفكم على سياره اسمها سياره الام جي اتش اس. معنا سيرين حداد شوروم مانجر بيونيتي موتور كومباني، رح تخبرنا كل شيء في ديتيلز على هيدا السياره. هلو، كيفك كريستينا؟ نحن من بعد 3 سنين على اوتو فوكس كنا على طول عم نحكي عن الام جي البريطانيه يلي صار عمرها 100 سنه. الام جي كانت معروفه بتصنيع سياراتها الانجليزيه والكلاسيكيه والرياضيه، وعم نحكي على طول عن السايك، عن المادر كومباني اللي هي بتمرك الشيرز تبع الام جي، وكمان بتصنع لاودي فولكس فاجن وجنرال موتور بتشاينا. سايكل تورن اوفر تبعها عم بيكون 115 مليار دولار. واو. مع تصنيع 6 مليون سياره سنويا. رقم كثير كبير. مزبوط. هلا بس اليوم اجى الوقت انه نحكي عن انجازات ام جي بلبنان. ام جي فاتت بقوه كثير كبيره على السوق اللبناني، صرنا كثير عم نشوفها على الطرقات وصارت بين التوب 5 بالسيارات بلبنان، وهذا الشيء بيرجع لكذا عامل. اول شيء عم نستفيد من الخبره تبع سايك، من التكنولوجيا تبع سايك، من الام جي البريطانيه، العراقه البريطانيه، وعم نستفيد كمان من رسامني جروب يلي هن صار لهم 60 سنه بالسوق اللبناني ويلي صاروا موضوع ثقه ومصداقيه عند الشعب اللبناني. عم نشوف عن جد منظر كثير حلو، السياره رائعه طالعه. الاتش اس عم ياخذ طابع سبورتي اجريسيف بذات الوقت. السيارة عم بتكون فيها ريد كاليبر كمان عطينا طابع رياضي مع 18 انش الوي ويل، عم بتكون الكتريك ميرور مع سايد ريبيترز مع روف راكس، وجايه كمان من قدام كريستال سنيك ديزاين كثير كمان عطيها طابع حلو وكثير اخذه حقها على الطرقات اللبنانيه، وحتى من قدام كثير حلوه كيف الشيب كثير اجريسيف. كمان اكيد عم تجي كيلس انتري، وهالسياره عن جد يلي بعد ما سيئه وبعد ما جربها كمان فيه يتفضل عنا على الشوروم بالزلقه. مزبوط. هلا رح ننتقل لكينا لداخل السياره لنشوف ابرز التفاصيل وتخبرنا عنهم سيرين. انتقلنا لداخل السيارة وعن جد عم نشوف قد ايه واسعة هالسيارة، خبرينا شوي قد ايه بتساع اشخاص؟ انت كثير مرتاحة هلا اكيد، لاج روم مريحة، هيد روم مريحة. بدنا نشوف كمان الستيتشنج على طول، هيدا صار طابع بسيارات الام جي. عم نحكي عن ديكات ستيرنج ويل، عم نحكي عن كروز كنترول مع راديو كنترول. اكيد السيارة اللي بميزها فيك تسوقيها بكذا درايفنج مود، عنا ايكو، نورمال وسبورتس مود، وكمان في عنا سوبر سبور. ليكي وين جاي كبسة السبور، انه هيك براكتيكال خلص انه سيارة سبورتي 100%. كمان في عنا السكرين 10 انش، السكرين اكيد موجود فيها نافيجيشن سيستم، في عنا ابل كار بلاي. كمان هون رح فرجيكي كيف وقت اللي بتغيري مود، في عنا الامبيانت لايت كمان بيتغير كل ما تسوقي بمود معينه، كمان عم بتغير تعمل جو كمان. يس. في عنا 360 ديجري كاميرا كمان بتقشعنا كل الموتور تبع السياره. فيك تفتحي الكتريك تيل جيت، فينا نفتحه للصندوق بثلاث مراحل، عم تاتش من برا، وفيك تفتحيه من هون اذا كنت عم بتشتت الدنيا، وكمان فينا نفتحه بالمفتاح. السياره اكيد فيها الكتريك باركينج، داون هيل اسيست، وعم نحكي كمان عن الاوتو هولد. عن جد يعني فولي لودد من جوا السياره، سوبر حلوه. كمان عم نحكي عن سقف بانوراميكي مغطى 90% من سقف السياره. وكمان هون بدي فرجيكي شغله بالكراسي، في عندنا ورا الالكانترا وفي التروفي سيجنتشر. هيدا اساسا ماي فيفورت كار، كثير حلوه كثير حلوه. وهلا رح ننتقل لكينا للبرفورمانس تبع السياره ونحكي عن البرفورمانس والانجن والسيفتي. وهلا رح تخبرنا سيرين على الانجن واكيد على السيفتي فيتشرز بهيدا السياره. كريستينا، الاتش اس عم بيكون 2 لتر توربو تشارج، عم بيولد 225 حصان، ورح تتفاجئي عاطينه قوه دفع كثير حلوه 350 نيوتن متر. واو. الاتش اس عم بيكون فيه 6 اير باجز، اي بي اس، اي بي دي، اي اس بي، مع كورنر بريك كنترول، كل السيفتي فيتشرز موجوده فيه. طيب وشو وات اباوت ذا برايس؟ خبرينا. سعره كثير مقبول، كتير حلو، مدروس 29.9 مسجل مع تي في اي. يلي بعد ما سائقوا للاتش اس يتفضل لعنا على الشوروم، نحن موجودين على اوتوستراد الزلقه، وقريبا فيري سون بالحازميه، وما بدنا ننسى الخدمه كمان بعد البيع، كتير حلوه عنا 24/7. في عنا موبايل جراج بيطلع هو لعندكم على البيت، على الشغل، على الجامعه، اذا انتم مش قادرين توصلوا لعنا. وبدي اذكر انه بيغطي جميع الاراضي اللبنانيه. بالفعل انتم معروفين بالافتر سيل سيرفيسز، واكيد ما نذكر السوشيال ميديا كمان. اكيد
الكل يلي مش عملنا اد يشوفنا على الانستغرام ويشوفنا على الفيسبوك ليتعرف على السيارات الجديده. بدي اتشكر كثير عن جد على وجودك معنا اليوم على كل المعلومات، وبنشوفكم بحلقات جديده من اوتو فوكس دائما على ام تي في.